إذن حسن الجميع، هل تسمعوننا؟ إذن مرحبا وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى للجزء الثاني لفعالية هذه الليلة. إذن أرجو أن أطلب من ما زال في الخارج أن يدخلوا إلى القاعة. منذ البداية أعتذر عن ذلك، لأننا تحت ضغط زمني، الوقت ضيق، فإذن علينا نبدأ بشكل مناسب ووقت مناسب بالجزء الثاني، حيث نركز على الجوانب الفنية أكثر بعد عن استمعنا كثيرا أو إلى بعض الشهادات الشخصية للقصص التي كانت محركة جدا للأشخاص التي تحلوا بالكثير من الشجاعة. وإذن من جانب هو أكثر فني تقني الآن، ولكن من جانب آخر هو أيضا أساسا أن علينا أن نترجم الأدلة بعد هذه القصص من أجل أن يكون الأمل كما ذكر سابقا من طارق أثناء المناقشة العامة أن العمل يتحول إلى شيء ملموس في نهاية المطاف. كما تعلمون هذا ما نحاول أن نحققه، أننا نريد أن نحقق المساءلة والمحاسبة، لا نريد عن الأشخاص الذين يتحلون بهذه الشجاعة ويتحدثون عن ذلك أن يحدث شيئا ما من خلال قصصهم. ولذا من المهم للغاية أن نركز على هذا الجانب في الجزء الثاني، أي جمع الأدلة وتوثيقها والاستفادة منها والاستخدامها والتي ما زلنا نحتاج إلى من أجل المحاسبة المسألة. قبل أن نبدأ بالمناقشة العامة، لدينا السعادة الكبيرة أن نرحب كاثرين مارشي-أوهيل بيننا، وهي الرئيسة الأولى منذ شهر يوليو الماضي لآلية مصممة بـ IIIM، يعني لقي وآلية أن ننظر إلى ملاحظتي هنا. إذن هذه الآلية الدولية النزيهة والمستقلة من أجل مساعدة مساءلة الذين اشتركوا في أسوأ جرائم حسب القانون الدولي في الجمهورية العربية السورية منذ عام 2011. وإذا عندما تخرجون من القاعة نطلب منكم فحص بسيط، هل تتذكرون هذا الاسم الطويل والعريض؟ فإذا هذا محاولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة العبور والتجاوز الطريق المسدود في داخل مجلس الأمن، يعني من أجل إنشاء محكمة دولية جنائية. وإذا من أهم الجوانب المبدعة في القانون الجنائي الدولي منذ زمن، وإذا له مهمتين: أولا تثبيت وتعزيز الأدلة الموجودة، وأيضا محاولتها إلى مستندات قضايا جاهزة وناضجة للمرافعة. وكاثرين قالت منذ عدة أسابيع حول هذا الدور، يعني من أجل البناء على هذا العمل الواسع للقيمة حتى الآن، من أجل بناء الثقة بين المنظمات والأفراد الذين قاموا بهذا العام، وأعتقد الكثير منهم بيننا هنا اليوم. فإذا نتشوق إلى السماع عن ذلك أكثر. ولكن الجزء الثاني هو أيضا جمع الأدلة، وبناء وبوعي تام بما تم من عمل حتى الآن، يعني إذا سط الفراغات في الأدلة الحالية. وهذا أيضا سيكون من المهم أن نسمع عنهم ما هي الفراغات والثغرات التي ما زالت موجودة في الأدلة للجرائم في سوريا. لأوضح الأمور، يعني القضايا التي ستتم تجهيزها من قبل الآلية ما زالت تحتاج إلى الجهود الإضافية من أجل المرافعة فيها في القضاء الدولي. مهما إذا كانت محاكم أو اللجان، لا يمكن تتحول مباشرة إلى المحاكم، ولا يمكن أن تجهيزها. ولكن بإيجاز شديد تستطيعون أن تتخيلون أنه مهمة هذه الآلية صعبة للغاية تواجهونها. وبعد تحدث إلى أشخاص في الأمم المتحدة قالوا لي أنه من الصعب أن يتخيلوا الشخص أنصب ليتحمل هذه المسؤولية منك كاثرين. ليست لديك فقط 27 عاما من الخبرة في العمل الدولي في مجال القانون الجزائي والعدالة الانتقالية، فيما على سبيل المثال في محاكمة الكمير الأحمر في كمبوديا مثلا أو في الكوسوفو، ولديك الكثير من الخبرة أيضا في عمليات قضائية واسعة التي لا
ليست لها جانب عدالة دولية بل أيضا في السياسة الدولية ولها علاقة في المناطق التي ارتكبت فيها هذه الجرائم والتي يجب أن تحقق لها العدالة منها سوريا هنا. وإذا في هذا السياق وعلى هذه الخلفية سعيد جدا بأن أرحب بك هنا وإذا شكرا على هذا الحضور وعلى المشاركة. شكرا باتريك. دعوني أولا أن أبدأ بالقول بأنني ممنونة جدا لبابرا وولفكان بابرا عن تنظيمها لهذه المناسبة وولفكان عن دعوتي لحضوري إلى هنا اليوم. سأحاول أن أغطي كافة الأسئلة التي طرحت علي. أولا السؤال، كيف كوننا لسنا مكتب ادعاء عام ولا محكمة، كيف يمكن أن نفهم مهمة هذه الآلية؟ وهناك بعض الأسئلة الجانبية التي تنتج عن ذلك. ولكن أقول أولاً أنه كان من الهام للغاية بأن بدينا هذه الأمسية بالاستماع إلى القصص لمن معنيين بالجرائم التي نعمل بها. وفي بعض الأحيان المحامين قد يتخبون وراء المصطلحات واللغة القانونية، وفي بعض الأحيان نقتصر انطباعنا فقط عن القوانين وليست عن الحقائق. ولكن أعتقد أن الجميع من يعمل في مجال القانون الدولي نعلم إلى أي درجة العمل يتعلق بالحقائق الملموسة. وإذا في بعض السنوات نستطيع أن نتمنى أن نستطيع أن نرى حيث تم تطبيق العدالة بحق الجرائم المرتكبة بسوريا، وربما يكون ذلك إرث هذه الآلية مثل ما فعلنا في المحاكم اليوغوسلافيا السابقة. وما هي مهم بالنسبة للأجيال القادمة والأطفال هي الحقائق. أولا أريد أن أقول ما نحن لا نمثله، ليس مكتب ادعاء ولا محكم ولا نريد أن نحاكم شخص ما. فإذا لو ودعنا ذلك في المنظر العام بناء على ما هو موجود أصلا، وهو بالفعل توثيق ممتاز من قبل مؤسسات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات غير حكومية، أعتقد أن الجواب البسيط لهذا السؤال هو بناء القضايا من أجل المغافة أمام المحاكم، يعني توثيق لقضايا تغطي هذه الجرائم بهذا الحجم الكبير تطلب الكثير من التوثيق. فإذا صراحة كوني عشت وجربت السياقات أقل صعوبة من القضية السورية عالم إلى أي مدى نحن نحتاج إلى الجهود من أجل تغطية كافة الجانب في الوضع في سوريا. عليك أن تحتفظ بالأدلة الموجودة، تصد الفراغات، الاستفادة منها بناء على المعايير المعترفة بها دوليا في القانون الدولي، وليس اعتمادا على معايير المعتبرة من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات. ليس عليهم أن تستعمل معايير عالية جدا، بل عليك أن تلبي مسألة مصداقية الأدلة. فإذا إن النتائج معقولة يعني، وإذا يعني وإذا لا بس من جمع الأدلة عموما، ولكن يجب أن تفعلها بشكل تقنع المحكمة لقبول الدعوة. ونحن لسنا لوحدنا ولن نريد أن نبدل أحدا موجودا على الأرض أساسا. فإذا أحاول أن أفسر ذلك أكثر معكم. كوني طلب مني أن أختصر كلامي فلن أعود مرة أخرى إلى القائمة الطويلة للأنواع المختلفة من الجرائم والأوضاع التي علينا أن نتعامل معها. يعني بابرا فعلت ذلك بامتياز سابقا. أود أن أضيف فقط عندما نركز على سجن سيناية، عندما ركزنا على سجن سيناية كان مهم للغاية، حيث لا يذكرنا فقط بالظروف المروعة في السجن بل يذكرنا أن الجرائم التي نتحدث عنها لم تبدأ أثناء الحرب أو أثناء النزاع، بل بدأت في عام 2011 عندما العنف تصاعد، حيث قرر نظام قمع العمل بالحرية الذي عبر عنه السوريون آنذاك. ومن المهم لغاية نتذكر أن ذلك له تأثير على
النوعية القانونية، يعني قبل النضال يمكن أن تتحدث عن أنواع معينة من الجرائم، ولكن عموما يعطينا فكرة عامة عن نقطة انطلاق إذن بعض الهيئات المختلفة فيما في ذلك لجنة قصي الحقائق واللجنة التحقيق المشتركة للنظر في استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وهيئات أخرى. مرة أخرى لا تطبق معايير القانون الجنائي الدولي، بل تحاول فقط أن تربط المسؤولية لشخص ما. ويعني هنا قد ترتي واصل التقرير وسمعنا عن التقرير الصادر عن العفو الدولية، وقد سمعنا أيضا إلى عدد المنظمات الغير الحكومية التي سوى أن تدافع أو أن ترافع نوعا ما، وهذا هام للغاية، ولكن نتحدث أيضا عن المنظمات غير الحكومية التي في بعض الأحيان تجمع أدلة، لا تفعل ذلك بتكليف تكليف قانوني أو قضائي، بل تفعل ذلك وتجمع مواد وهي مهمة للغاية. عندما تتميز بالامتياز أنك تبدأ بالفعل بعملك، تشخيص الضحايا المحتملين ومواد جمعت حتى الآن، وجزءا ما أيضا تم تحليلها. بعض المنظمات غير الحكومية تركز أكثر على جوانب أخرى للجرائم، البعض يركز على المسؤولية الجنائية وتلعب دورا حاما أيضا. لجنة التحقيق معروفة جدا بأن حفظ أو أخرج الكثير من الأدلة عن طريق المقابلات، مقابلات ما ضحايا، فيما نسميه بقائد الجنائي يعني، وهذا هام للغاية ولكن ليس كافيا لرفع القضية وأيضا لرسم خارطة للأهداف. إذا لا نبدأ من نقطة الصفر، ولكن ما علينا أن نفعله من جانبين: أولا جمع التعزيز والتثبيت وتحليل الأدلة والمعلومات المجمعة، ومن ناحية أخرى تجهيز الملفات من أجل تسهيل وتصريع المحاكمات أو المرافعات الدولية بالتوافق مع القانون الدولي. من سيستلم هذه الملفات؟ يعني حتى الآن على الأغلب سيكون المحاكم الوطنية، ولكن نتمنى أن في المستقبل ليس بالبعيد أن هذه الملفات ستشكل بقدر مهني وجدي لدرجة لتشكيل سبب مقنع بأن علينا أن نتحول الآن إلى القضاء، ويجب أن تكون هناك هيئة دولية للتعامل مع هذه القضايا. ولكن إلى ذلك الحين بينما نجمع ونثبت هذه الأدلة كآلية حيث نستطيع أن يكون لدينا تأثير مباشر، وأنا تعاملت وتواصلت بشكل شديد مع عدد من الأطراف، أيضا من مهامنا دعم المحاكم الوطنية كما سمعنا سابقا في هذا الأمس في هذا الليل، إن الهيئات والمكاتب الادعاء العام والمحاكم على الصعيد الوطني هام للغاية ومحتمين للغاية، وخاصة في أوروبا وفي ألمانيا، وهذا يبعث في نفوس الكثير من الأمل في الكثير من الأوضاع التي تعاملت معها كقاضي دولي. كنا نتحدث كثيرا عن الآلية الدولية والمحاكم الدولية للتعامل مع الوضع أولا، ومن ثم للعمل لأن لا يمكنه التعامل مع الكم الهائل من القضايا بالتعاون يدا بيد مع المحاكم الوطنية في الدولة نفسها، وهذا ما نتمنى أيضا يوما ما في سوريا لأجل الاستمرار في قضايا أخرى، الاستمرار في مواجهة أو تعامل مع هذه القضايا التي لا يستطيع تستطيع المحكمة الدولية أن تتعامل معها. وحاليا المعارضة السورية تواجه عكس ذلك تماما، إذ أن المجتمع المدني السوري حيث ليس القضاة أو المدعين يتقدمون الصدارة، بل المجتمع المدني والنشطاء
وهم يقنعون المدعيين العامين المحترفين جدا أن لديهم قضايا، هناك مدعيين عامين أيضا يقومون بعملهم، والاستفادة من الأدوات المطروحة لديهم بما في ذلك الولاية العالمية للعمل مع هذه الهيئة للتعاون. أنا فهمت، أعتقد أن هناك البعض من الحاضرين هنا على المنصة لنناقش ذلك، وأن حقيقة يجعل هنا العدالة ممكنة، ليست دائما على مستوى وعلى النطاق المرغوب فيه، بل هو مع ذلك انطلاقة ممتازة. وإذا مهمة الآلية بالفعل البناء على ما تم جمعه من قبل الآخرين، تحليل المعلومات والأدلة، تشخيص الفراغات، ولدينا مهمة تحقيقية ونواجه من خلال ذلك صعوبة بالغة، إذ أننا على الأقل حاليا لا نستطيع أن ندخل إلى داخل سوريا، وهناك البعض لا يستطيع أن يدخل سوريا، والبعض على اتصال مباشر مع أشخاص في داخل سوريا، وإذن هم شركاء عامين جدا للقيام بالعمل الذي تم تكليفنا به. وفي نفس الوقت لدينا الأدوات من أجل استمرار في التحقيق لصد الفراغات، وأساسا ليس فقط بناء قضايا، هذا في حد ذاتها مهمة كبيرة بما يكفي، ولكن أيضا من خلال ذلك أن نحاول أن نشخص المعلومات والأدلة التي كانت تغذي العدالة الوطنية أو القضاء الوطني، وإذا من خلال ذلك نحاول أن نتعاون بشكل وثيق يسمح لنا من الحصول على المعلومات العملياتية والاستمرار في التحقيق لكي نستطيع أن نشخص المعلومات التي نجمعها يومياً. وهذا ليست فقط أفكار، أود أن أوضح لكم أين نقف الآن، ولكن أبدأ بالجمع. بالنسبة لي أبدأ مما أرغب فيه، يعني كما تستطيع أن تتخيله عندما تريد أن تحقق، هل تريد أن تحقق هذا الشيء بسرعة، ولكن عليك أن تضع الأسس السليمة من أجل هذا العمل. باتريك، لخصت المهام التي توليتها سابقا لبناء الثقة، يعني عندما تستطيع لبناء الثقة لا تأتي فقط لجمع المعلومات المجمعة من قبل آخرين من دون أن تبني أولا وتنشي أولا علاقة ثقة، وهناك توقعات من قبل من قاموا بجمع المعلومات. التوقع الأول أنك تتعامل مع هذه المعلومات بشكل مهني محترف وبشكل آمن، لا تسلم هذه المعلومات لأي جهة أخرى، أو لن تكون هناك أي تسريبات لهذه المعلومات، وأن هذا النظم لن تتعرض لأي هجمات، وأن النظم آمنة موضوع من أجل حماية هذه المعلومات. وفي نفس الوقت من قام بجمع هذه المعلومات يرغبون بالحصول على ردود أفعال والتجاوب، وهذا طلب طبيعي، وقد تستغرب لماذا هذا من الصعب أن يتجاوب معه، وأنا أحترم ذلك كثيرا إلى درجة المعقول. سنحاول أن نعطي ونوفر ردود الأفعال للأطراف الأخرى، ويمكن أن تكون هذه ردود الأفعال هذه بأشكال مختلفة، يعني مثلاً عن إمكانية الاستفادة من هذه المعلومات، أو رد فعل بالنسبة للحاجة للجمع من المزيد من المعلومات، أو مثلاً عندما قمت بالدعم بالنجاح لدعاء وطني، وأن تستمر وتتابع ما حصل بالأدلة، وفي بعض الأحيان تستطيع أن تبشر بالبشر أن كانت هذه المعلومات والأدلة مفيدة جدا، أن مصداقيه الأدلة في بعض الأحيان أيضا وضعت تحت التساؤل وشكك بها، وإذا يمكن أن تحصل على معلومات محترفة. هل ما زلت التزم بالوقت؟ نعم، إلا أني كنت قاسية جدا مع نفسي، وإذا لم أستطع الالتزام بذلك أعلم أن لساني سيقطع. إذن فالتعاون مع الدول هو أيضا هام للغاية، كما لكم أن تتخيلوا عندما تحدثت فقط بإيجاز جدا، يعني هي مجرد الجزء الأكبر من جبل ثلجي عن الحصول على المعلومات. الكثيرون لم يحصلوا على معلومات من الدول، وكهيئة تابعة للأمم المتحدة لا تحبها كل دولة، ولكن عدد كبير من الدول صوتت لصالحها
في شهر ديسمبر الماضي، فنحن في وضع بدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة. يمكننا أن نطلب الدعم ونطلب أن تمنح لنا مواد تساعدنا في ولاياتنا، ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن نقوم بذلك، أن نبني نفس الدرجة من الثقة مع الدول لكي تشركنا في هذه المواد، أن نشرح لهم أننا نتبع نفس الهدف ونفس الغرض، أننا نستجلب للعدالة أولئك الذين يستحقون ذلك، ونحن مستقلون نتعاون مع الدول، العمل مع المجتمع المدني الذي له مصلحة عالقة يتطلب بالطبع آلية مثل التريبل آي إم، هي أن نحافظ على الحيادية وعلى الاستقلالية في العمل. وهذا لا يعني فقط البحث عن الأدلة، ولكن الأمر يدور أيضا حول وضع حدود للدرجة التي يمكن للأطراف المعنية الأخرى أن تؤثر على إجراءاتنا وعلى خطوتنا. يجب أن نسمع من الناس ما حدث في سوريا، يجب أن نضع كل الأمور في سياقها الصحيح، يجب أن ننخرط وأن نكون في تعاون وثيق معهم، ولكن لا يمكننا أن نجعل دولة أو منظمة غير حكومية تتدخل في عملنا. هذا أمر سوف يقود من أعمالنا ومن أنشطتنا، وسيقلص من إمكانيات الحصول على المسار القضائي الصحيح. اختصرت أمور كثيرة كنت أقول لكم، أريد أن أقول لكم، أنا نسيت أمرا هاما، قلت أننا لن نصدر صحيفة اتهام، فهذا ليس تبع الولاية الخاصة بنا، ولكننا يعني أريد أن أشرح لكم الخطوات، أقصى خطوات سنصل لها. فالأمر عندما يدور حول صحيفة التهم فهو ترسية أو تأسيس العناصر الأساسية للجريمة والعوامل المادية للمسؤولية التي يمكننا أن نرى أنها سوف يتم تطبيقها على المتهمين. إذن الأمر لا يدور فقط حول جمع الأدلة، وضع قائمة من الأشخاص الذين نعتبرهم مسؤولين عن هذه الجرائم، وأننا يعني ننصح المدعي العام بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص، ولكن كل ما يمكنه المدعي العام أن يستخدمه خلال بناء صحيفة الاتهام، كل هذه العوامل يجب أن تجد طريقها إلى الوثائق أو الملفات التي نقوم ببنائها. إذا نفس العمل الذي يقوم بفريق محققين حتى يتم إصدار صحيفة الاتهام، وهذه الآلية تتمثل في التعاون، التعاقد مع خبراء، خبرتهم يمكن أن تأتي من مجالات مختلفة كثيرة، مثلا محققين، محللين في العديد من المجالات مرة أخرى، العسكريين على سبيل المثال، تقنية الفيديو، المصادر المفتوحة، العنف الجنسي والجرائم الجنسية، كل هذه الخبرات أن ندمجهم في الفريق، محامين بخبرة في النيابة، ولكن ليس فقط خبرة نيابية ولكن أيضا خبرة في الدفاع، لكي يفهموا كيف يمكننا فحص والتدقيق في القضية لكي نعرف أنها قضية قوية ومتكاملة الأركان. أيضا الخبرة القضائية لكي نعلم أننا إذا قمنا بتشكيل وثيقة يمكن أن يوقعها المدعي العام، وسوف يقوم المدعي العام بذلك، فبالطبع سوف يختبر الأدلة وسيفحص التحليلات، ولكن إذا تم اعتقال شخص على أساس هذا الاتهام هل ستنجح هذه القضية أمام القضاء؟ وعندما تسمعون لذلك تفهمون لماذا أقول ذلك، لأن الجودة التي رأيناها وكانت كثيرة منها كانت حول القضايا في سوريا لا تصل بنا لدرجة التفصيل التي تتطلبها القضايا أمام المحاكم، ولذلك فمن المهم جدا أن نقوم بذلك هنا. نعم، السيد أنور البني هنا، لدينا يعني خلاف صغير مع أنور، لأنه في البداية كان يقول أنه التريبل آي إم كانت فكرة رائعة في البداية، وأنتم تفكرون في محكمة خاصة لسوريا ولا ترون أن هناك ضرورة لآلية الآن، ولكن هذا
العمل، ما نقوم، أي محكمة يمكنها أن تقوم بذلك، حتى وإن منحتم الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية. الآن هذا العمل يجب أن يقوم به الطرف، ولذلك فإذا قمنا بهذا العمل بشكل جيد فهذا سيدعمكم بشكل كبير، وهذا سيغير المقاربة التي يتبعها المجتمع الدولي من أجل بناء الطريق نحو المساءلة عن هذه الانتهاكات. أنا من هؤلاء الذين يريدون المساهمة بشكل أو بآخر عن طريق تقديم تعليق أو أي دعم، لأننا لن نستسلم. الأمر سيحتاج إلى وقت، والآلية لن تنجح في القيام بهذا العمل وحدها، ولكني متأكدة من أننا بشكل عام وبشكل مشترك يمكننا التوصل لأمر ذي معنى فعلا. وأنا أعلم أن إدارة التوقعات كضحية هو أمر في غاية الأهمية، ولذلك فإني لا أقدم أي وعود أو نتائج ملموسة، ولكن الخبرات موجودة والنية موجودة والعمل موجود، ولا أرى سبباً لما لا يجب أن يكون هناك شيء نفخر به في النهاية. علينا أن ننجح. شكرا جزيلا لك كاترين على كل هذه المعلومات المفصلة وتوضيح مهمتكم، وأعتقد أن كثير من المسائل التي خطبتيها سنلتقطها ونتعمق فيها في نقاشنا، وهي ستكون تحديدا حول هذا الموضوع، الحفاظ على الأدلة. وسبب حديثي لكم جميعا على الوقت لأنكم ترون 5 أشخاص كلهم مؤهلين جدا، وكلهم نريد أن ننصت إليهم جميعا، وأريد أن نضمن أن تتسنى لنا الفرصة لسماعهم جميعا. السيد مازن درويش، ما أعجبني كثيرا في بداية حديث كاترين عن الحقيقة، نحن كمحامين ليس علينا أن ننسى ذلك، هناك حق إنساني، أحد حقوق الإنسان هو الحق في الحقيقة، وأنت تعمل من أجل البحث عن الحقيقة، وهذا منذ وقت طويل في الحقيقة، لا تحتاج إلى التعريف بالنسبة لكثير من الناس هنا، ولكني رغم ذلك سأقوم بمعرفتك. كنت صحفيا وأنت رئيس المركز السوري للإعلام والحرية الصحافة أو حرية التعبير، وكان أيضا ممثلا في الجلسة الأولى، وهو أحد المنظمتين اللتين رفعت الدعوة بالاشتراك مع المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية، والمنظمة تم مهاجمتها من قبل قوات الأمن، وتم اعتقال 14 موظفا وتعذيبهم أيضا في سوريا. إذن فإن هذا جزء جوهري من الدعوة التي رفعتموها، وفي بهذه الصفة تقدمت أنت نفسك بشهادتك في خلال الإجراءات في ألمانيا بالاشتراك مع المنظمة. تعلم أن الانتهاكات المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في عام 2004 أنشأت هذه المنظمة ووثقت انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدايتها، وبما أننا الآن نحاول فتح وطرق الأبواب الكثيرة من أجل العدالة، فأنت لم تقوم فقط برفع الدعوة هنا في ألمانيا ولكن أمام قضاءات أوروبية أخرى. إذن السؤال في بصفتك المهنية، سمعنا عن توقعات التي هي تدركها أيضا كاترين، التوقعات الآتية من منظمات المجتمع المدني، ماذا تتوقع من التريبل آي إم الآلية المستقلة، وكيف تنوي أنت الانخراط معها أو الاشتراك معها؟ شكرا. شكرا، وإذا سمحت لي أود أن أتحدث العربية. شكراً باتريك، شكراً كاترين لصراحة الدائمة اللي تعودنا عليها واللي نحن بحاجة لها، لو يمكن هي تكون أولى أساسات بناء الثقة. نعرف نحن تماماً أنه الـ IIIM ما رح تحاكم، رح هي مانا محكمة،
لكن مع ذلك بالنسبة لنا جدا مهمة بثلاث نواحي أساسية. بالمكان اللي في تم إغلاق مجلس الأمن أمام محكمة الجنايات الدولية، واللي هي كانت الرهان والأمل عند أي ضحايا أو بأي مكان يرتكب فيه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أمام الفيتو الروسي والإيراني كان لابد من أن يكون هناك بدائل سياسية حتى لو كانت ذات طابع أخلاقي. لهيك تشكيلة الترابل آي إم تحديداً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا بحد ذاته مكسب جداً مهم، خصوصاً إذا تفائلنا ورحنا باتجاه أنه ربما في وقت لاحق يكون هناك أيضاً إمكانية لإنشاء محكمة خاصة أيضاً عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا بالمعنى السياسي خليني أقول بشكل عام. لكن أيضاً حكت كاترين أنه أعداد الملفات، وأيضاً باتريك أنتوا بالدرجة الأولى اللي بتعرفوا أنه هذه مسألة ما أنا سهلة وما أنا مسألة عادية. في فرق جداً كبير بين التوثيق الحقوقي اللي ممكن يكون هو قائم على رصد الضحايا والانتهاكات اللي بيصير فيهم، وفرق كبير بينه وبين أعداد ملفات ودعاوى لتقديمها للمحاكم الجنائية. هذا بحاجة لعمل من نوع مختلف وبحاجة لجهود ضخمة وكبيرة جداً. إذن أيضاً الترابل آي إم بهذا الموقع نعتقد أنه راح توفر جهد ووقت كبير، وأيضاً راح ترفع من سوية التوثيق حتى عند المنظمات الحقوقية، وراح تحسن من نوعية الأدلة. لما بدأنا بشهر مع بداية انطلاقة الربيع العربي مع بداية الثورة بسوريا، انتبهنا فوراً إلى أنه قضية التوثيق راح يكون إلى اهتمام جداً مهم، لأنه أيضاً عدد الضحايا ما عاد مرتبط بشريحة السياسيين أو شريحة الإسلاميين تحديداً، صار في عنا انتهاكات واسعة وعشوائية جداً بمجال حقوق الإنسان. لكن فعلاً ما خطر على بالنا أبداً أنه يكون التوثيق مهم لهذه الدرجة، أو أنه حجم الانتهاكات يكون ضخم ومتنوع بهذا الشكل. هذا الحجم الكبير مع الوقت فرض أنه ما عاد عندنا قدرة، سواء نحن أو طبعاً كتير منظمات أيضاً سورية كانت عم تشتغل بالتوثيق وما زالت، وبيسعدني أنه يكون زميلنا فضل عبد الغني موجود هون أيضاً من أوائل المنظمات اللي اشتغلت بموضوع التوثيق بعد 2011. ما كان ممكن أنه أي منظمات أنها تقدر تتابع كل هذه الانتهاكات، لذلك ضروري جداً وجود هيئة آلية مثل الترابل آي إم تضبط هذه الملفات، تضبط عمليات التوثيق، تكون مكان آمن لإيداع الأدلة. بسوريا ما في مشكلة أدلة، أظن أنا بالنسبة لي من أكثر الجرائم اللي درستها أو مرت علي في هذا الحجم الهائل من الأدلة، سواء كانت ضحايا أو شهود أو وثائق أو حتى أدلة مادية. لكن هذا كلياته موجود بشكل متوزع وبشكل متفرق، بحاجة أنه يكون في مكان هو مصدر ثقة لنا جميعا نودع عنده هذه الأدلة، من شان أيضا بناء ملفات متكاملة بلحظة هناك إمكانية سياسية أو قضائية التوجه لمحاكم تكون هذه الملفات محفوظة. في مشاكل جدا أيضا كبيرة بالتوثيق العلاقة بالضحايا نفسهم. اليوم نحن صعب جدا مع الحديث عن انتصار النظام، مع الحديث عن إعادة تأهيل النظام، صعب جدا أنك تحصل على 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 شهادة حقيقية من الضحايا. الضحايا اليوم بدأوا يشعروا أنه ممكن يكونوا هن معرض للانتقام مرة أخرى من هذا النظام إذا أعيد تأهيله، أو فعلا إذا سلم المجتمع الدولي بمنطق شريعة الغاب والمنتصر هو اللي بيسيطر على كل شيء. لذلك أيضا بحاجة نحن لجهة مرتبطة بالأمم المتحدة إلى مصداقيتها ولو سوقيتها، حتى أيضا نشجع كمان الضحايا على الإدلاء بشهاداتهم وعدم إنكارها وإخفاءها. أيضا الترابل آي إم بالنسبة لنا جدا مهمة، لأنه في محاولة سواء من خلال المفاوضات السياسية أو من خلال مجريات الوقائع على الأرض لتجاهل قضية المحاسبة بسوريا. اليوم للأسف نحن
بمفاوضات جنيف خليني أقول كمجتمع مدني نحن منشارك لما منطرح قضية المحاسبة والعدالة الانتقالية نصور على وكأنه نحن نريد الحرب، نصور وكأنه نحن الجنات اللي ما بدنا يصير سلام، على اعتبار أنه كل الأطراف متورطة بجرائم حرب، وبالتالي طرح قضية المحاسبة لن ينتج سلام، بينما الإفلات من العقاب هو الذي لن ينتج سلام في سوريا. الإفلات من العقاب هو اللي رح ينتج مزيد من الحروب القائمة على الانتقام. لهيك الترابل آي أم جدا مهمة لإبقاء ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية موجود وضاغط على جميع الأطراف على الطاولة أيضا. بغياب وجود أي آلية، بغياب وجود أي ميكانيزم دولي معترف فيه ومقرر فيه، سيكون من الأسهل على أطراف الصراع وعلى اللاعبين الدوليين وللأسف حتى على جهات داخل الأمم المتحدة من تجاهل عملية العدالة وأهميتها، رغم الشغل والعمل الرائع والممتاز اللي بيقوم فيه سواء المجتمع المدني السوري أو المنظمات الدولية بشكل عام. وكمان ممكن ضل عد كتير، بس كمان باتريك نبه علي ما طول كتير بالوقت، راح أكتفي بهذه الأسباب فقط. Thank you, Mazen. شكراً مازن. دوناتيلا، مازن قال لا منظمة أو لا هي تستطيع أن تجمع الأدلة لكافة الجرائم التي ارتكبت في سوريا. أنت ولدت في إيطاليا، تربيت في فرنسا، تعلمت ودرست في بريطانيا، والآن أنت كبار المحققين في منظمة العفو الدولية حول الجرائم حسب القانون الدولي، وهذا يأخذك إلى الكثير من الأماكن الخطيرة في العالم، وتحاول أن توثق مع الكثير من المنظمات الكثير من الجرائم التي ترتكب في سوريا. أنت ذهبت إلى صراعات في سوريا، في ليبيا، في السودان، وحسب معلوماتي كنت في سوريا في عام 2012 وعام 2014 وفي العام الماضي أيضا من أجل توثيق جوانب مختلفة لكل هذه الانتهاكات. وقد شاهدنا بعض الصور وبعض العروض المثيرة للعمل الذي قام به العفو الدولية في سوريا وبالنسبة لسوريا. ولو ما تستطيع أن تتحدثينا أكثر عن كيف يمكن أن يختلف هذا التوثيق للجرائم المرتكبة في سوريا عن التحقيقات الأخرى التي تعرفيها؟ هل هذا يعمل؟ نعم، إذن أمامي 5 دقائق، سأحاول العجالة. فإن لن أتحدث عن اللاجئين والمعتقلين، بل أتحدث عن التحديات في جمع و الحفاظ وتخزين الأدلة عبر المراحل المختلفة في النزاع في سوريا. أنا قضيت الكثير من الوقت في عام 2012 في الميدان وفي عام 2014، وإذا أصبح من المستحيل في مواد للعودة إلى سوريا لغاية هذا العام. مرة أخرى لم أستطيع أن أصل إلى كافة المناطق في سورية، إذ أنا ليس لدي أي إمكانية للولوج إلى المنطقة تحت سيطرة النظام. فإذا هذا شكل الغقاء اليوم، الكثير من الأماكن الأخرى أيضا، إذا الدمار المتعدد الطبقات، يعني أن بعض الجرائم تركت رقى بهذا الشكل كانت غير شرعية طبعا. لكن السؤال أيضا إلى أي درجة دمرت أيضا الأدلة المثبتة للجرائم ارتكبت سابقا. كنت في سوريا في عام 2013 وشحطت أماكن قصفت بالجويا، وكل هذه الأماكن مثلا اختفت الآن، وإذا معها الأدلة أيضا اختفت. وبالعودة إلى المراحل المختلفة لجمع الأدلة آنذاك، بدأ الأمور بمظاهرات سلمية آنذاك، طبعت هذه المظاهرات، كنت مقيما آنذاك في البلد بشكل شرعي، لم أستطيع أن أفعل كثير من خلال تصوير والتقاط المقاطع الفيديو أثناء هذه المظاهرات، واعتمدت على أشخاص الآخرين من أجل القيام بذلك. وقد شاهدت كيف تم إطلاق الرصاص وقتل الأشخاص الأبرياء وإصابتهم، يعني لا يمكنهم الوصول إلى مستشفيات العادية.
وإذا تمت معالجتهم في بعض المستشفيات الارتجالية، حيث بعض المتطوعين من الأطباء عالجتهم، وإذا الحصول على صور للموتى كان من الصعب الحصول عليهم، إذ أن المسعفين والأطباء خافوا من استهداف النظام لهم. هنا مثال حيث قتل إطلاقا بالرصاص أحد المسعفين الذي اهتم خاصة في ضحايا المظاهرات، فإذا قتلوا وتركت إلى جانب جثمانهم أو جثثهم بطاقتهم الشخصية كي تعرف هويتهم وتعرف ماذا سيحصل لهكذا أشخاص. فإذا أغلب الأشخاص تم اختطافهم من منزلهم ولم يكن هناك أي توثيق لاعتقالهم، والأسر كانت خائفة إلى درجة كبيرة بسبب الإعدام غير الشرعي لزويهم. مثلا حالة مثل هذه حالة، حيث هذه الأم تحدثت في بداية عام 2012 عما حصل لأبنائها الثلاثة، يعني كانت نادرة جدا، إذ أن الكثير من المدنيين خافوا. وفي مثل هذه الحالة لم تحصل على الجثث الذين من حاليا تم إعدامهم. ففي هذه الحالة الحالي وجدوا صورة الجثة أو فيديو الجثة، وكان يرتدي نفس التيشيرت الذي كان يرتدي ابنهم عندما تم اعتقاله أو إيقافه. وإذا هذا من المحاولات لجمع المعلومات في هذه الظروف، وأنا تحققت في حالة حيث تم عدام غير شرعي لتسعة أشخاص في ذات هذا المنزل. فهذا كان في شمال الزاوية وإذا أو تفت ناس في قضاء إدلب. فإذا هذا المنزل لم يعد موجودا، حيث تم قصف المنطقة في العام التالي بشكل شديد. وقبل قصف هذه المناطق يعني مرة أخرى كما شاهدنا سابقا، دمرة ليست فقط أدلت الجريمة بل أيضا الوثائق التي قد جمعتها الأحالي لتثبيت أي انتهاكات أخرى التي حصلت لأهاليهم، يعني كلها اختفت. نفس الشيء، يعني قضيت وقتا بالنظر بخبراء المتفجرات والطلقات، فإذا كل هذه الأدلة ذهبت واختفت. وإذا محاولة تشخيص الأسلحة من قبل مما ارتكب هذا الجرائم في هذا النظام، وإذا مهما كانت أطراف أشخاص من جميع الأطراف، مهما إذا كانت مدنيين أو أطراف مشتركة في النزاع، تلاعبوا في الأدلة. وهنا كنت مثلا في بداية عام 2012 في حلب، وعندما بينما أتجول حول المبنى والتقط الصور للقنابل العنقودية في بعض المواقع خلال نصف ساعة، هناك منظمة أو مجموعة مصالحة كانت قريبة من هناك جمعت كل شيء في المحيط، ومن خلال ذلك ليست عن قصد يعني، لكن أبعد عني إمكانية للمشاهدة وللنظر في موقع سقوط هذه الأسلحة العنقودية. وإذا يعني في بعض الأحيان عن طريق الصدفة أو شاء القدر أنها جزء من هذه الأدلة دمرت. فهذا مثلا قصف بالقنابل في قضاء من عقدة حلب. فإذا هنا غرفة أخرى الكم الهائل من الأدلة دمرت في هذه الطريقة. فإذا حتى آنذاك فقط لجمع قائمة لكل من قتلوا، يعني أنه كان عدد كبير، اللي في هذا الآن أصبح 11 نشطا جداً.
وحاضرا جدا في حلب، واصبحت بالنسبه للاشخاص مثلي صعبا للغايه للعمل في حلب. لم استطيع ان اقضي وقتا طويلا في مكان واحد، واذا هذا من ضمن التحديات. وفي نهايه المطاف ايضا النزوح الجماعي، واذا الاشخاص بداوا بالنزوح وليس الجميع لهم علاقات واسعه، واذا البعض الذين اتوا بشهادتهم قبل هذه الفتره لقد فقد أثرهم. أتمنى أني كنت قد التزمت بالوقت المتاح لي. وإذا هذا بعض التحيات التي واجهتها أثناء جمع الأدلة لبعض الجرائم المقترفة في سوريا عبر السنوات القليلة الماضية. ولكن بعد قول ذلك كله، كما ذكر سابقا، الطيف والكم الكبير لهذه الجرائم حائل للغاية، والعمل الذي قيم من قبل الكثير من الأشخاص الشجاعين في الميدان وفي الخارج أيضا، يعني لحسن الحظ لدينا الكم كبير من الأدلة، والمقترفون يجب أن يعلموا ويدركوا أن لا يمكن الإفلات إلى الأبد من كل الجرائم التي ارتكبوه. فإذا وددت أن أختم كلامي بهذا القول المتفائل نوعا ما. شكرا. شكرا جزيلا دوناتيلا لهذه القصة الميدانية والتفصيلية عن التوثيق. كريس، نظرا لاستخدام الأدلة المجمعة من هيئات غير حكومية، أنت خبير من جانبين. أولا، لديك ما يزيد عن 11 عاما من الخبرة بالتركيز على الإصلاح للقانون الدولي والقضاء الدولي من البوسنة والهرتسك وأفغانستان إلى كمبوديا. وثانيا، حاليا أنت تشغل منصب النائب المدير للعمليات للجنة الدولية للتحقيق والمحاسبة والمساءلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا والعراق ومكان آخر. وإذا العناصر المختلفة تدخل في التحقيق. ذكرت أيضا من قبل كاترين وعلى سعيد الشهادات الشهود والأدلة، ولكن لو نظرنا أيضا إلى التركيز الأهم في الكثير من عملنا، يعني كل ما تحتاج إليه من أجل بناء القضية سيجه تركز خاصة على جانب، وهو الربط بين الأدلة. وإذا هذا في كثير من الأشياء، في الكثير من القضايا، هذه القضايا من ضمن الثغرات. لماذا هذا ذلك؟ وثانيا، لماذا هو مهم؟ وإلى أي درجة استطعتم أن تصدوا هذا الفراغ؟ أولا شكرا على دعوتي أن أكون هنا. من الرائع أن أكون أمام هذا الجمهور المتنوع وأرى الخلفيات المختلفة التي تهتم بهذا الموضوع، لأننا مثل كثيرين منكم نعتقد أن هذه المسألة شديدة الأهمية، وإذا فقد ذلك من أمام أعين الجماهير فإننا ندخل في خطر أن يفلت المسؤولون من العقاب. المنظمة التي أعمل معها تركز على عنصر صغير من كل هذه العملية الجسيمة والضخمة عندما نحاول إحلال السلام، ولكن السلام مع العدالة من أجل سوريا لكي يكون هناك سلام دائم ومستقر. وهذا هو التركيز على العناصر التحقيقات الجنائية في هذه الجرائم، خاصة كما قال باتريك للتو، فنحن نستثمر كثير من الطاقة في التركيز على الأدلة التي الوصلية بين الأفراد على المستوى الأعلى والمتوسط مع الجرائم التي ارتكبت على أرض الواقع. فكثيرا ما يكون من الأسهل
أن نثبت أن الشخص الذي كان مسؤولاً هو هناك، ولذلك نحتاج دلائل الربط. من الأسهل بذلك توجيه الاتهامات للمسؤولين في المناصب العليا والمتوسطة، ولذلك فإننا نعمل بجهد كبير وبعمل كثير على أدلة الربط، والكل يساهم في الصورة الكبرى والتي لحسن الحظ وسوف تقدم الآن للتريبل آي إم وستكون شديدة القوة. ولكن بضعة ملاحظات حول أدلة الربط، وربما بعض الأفكار أيضا للمستقبل، ولكل منكم، لكل من يفكر في اتخاذ خطوات أبعد مما قام به حتى الآن، وربما تفكرون أنتم بسؤال كيف تجمعون الأدلة، وربما تفكرون أيضا بمسألة الربط. أعلم أن الجمهور متنوع، ولذلك فملاحظاتي ستكون قصيرة. كثيرا ما نفكر في بطرق تقليدية بين الربط والأدلة المبنية على الجرائم، وأنه الأدلة المبنية على الجريمة نفسها نحصل عليها من موقع الجريمة، وربما بعض الوثائق التي تظهر لنا من المسؤول ومن هو في سلسلة القيادة، هناك تقاطعات كثيرة جدا فيما ربما يكون في قضية معينة يكون الأدلة المبنية على الجريمة، وفي قضية أخرى يكون هو أدلة الربط. ولذلك فإذا تمكن الضحية من الحديث عن الشخص الذي أعطى الأمر بانتهاكهم، أو استطاع الحديث عن السير في ممرات سجن كان محتجزا فيه، فهو ليس فقط دليل الجريمة ولكنه أيضا دليل ربط. إذا تحدثت الوثائق عن سلسلة القيادة فهذا بالطبع دليل ربط، ولكن في الوقت ذاته سترون أيضا توثيقات بين الحين والآخر، اعترافات مربوطة مباشرة بقاعدة الجريمة التي نحاول إثباتها. إذن فالربط بين الجانبين مهمين من الجانب القانوني، ولكن النوعين من الأدلة من المهم أن ننظر إليهما عندما نراجع أنواع الأدلة. نحن هنا لدينا أكثر من 700,000 صفحة من وثائق النظام، لدينا مواد فيديو ومواد رقمية وأدلة من الشهود والضحايا نفسهم، وهذا جزء صغير فقط مما تقوم هذا المجتمع الهائل بجمعه الآن. ولكن أحد الأمور التي تهم جدا في الوقت المحدد التي أريد أن أتطرق عليها هو عندما نتطرق إلى هذه المسائل، فمن المهم أن نركز أيضا على ما يمكن جمعه. وأهم شيء، إذا مثل ما قيل الآن حالا، إذا لم تجمع هذه الأدلة الآن ربما تكون قد اختفت بحلول الغد، لأن الوثائق ليست طبيعتها مثل الناس. من الطبيعي أن يهرب الإنسان خارجين من مبنى سينهار حالا، الأمر يختلف بالنسبة للوثائق، والأمر لا يكون أبدا آمنا في منطقة نزاع. ولذلك فإن إحلال توازن بين فكرة العدالة وبين فكرة أن المعلومات يمكنها أن تضيع، ولكن في الوقت ذاته علينا أن نطرح السؤال كيف نوثق عملية الجمع، لأنها كما سمعنا اليوم لا تعلم أين ستذهب هذه الوثائق. إذن ربما يكون من الجيد جمع الوثائق المهمة بالنسبة لمسائل حقوق الإنسان، ولكن ربما توثيق عملية الجمع نفسها ستكون مفيدة في القضية، ربما في محاكم دولية، ولكن ما تريدون أن تفعلوا هو جمع وثائق يمكن استغلالها في أي قضاء كان، سواء في كندا أو الولايات المتحدة، المملكة المتحدة أو فرنسا أو سوريا في المستقبل. لذلك عندما نفكر في المستقبل،
ما هي الإجراءات الجنائية التي ستكون في سوريا في المستقبل عندما يكون هناك سلام وعندما تكون هناك عدالة انتقالية؟ يجب أن نفكر أيضا في هذه الخطوات لكي نستطيع استخدام المعلومات. ولكن أخيرا وفي رأي المتواضع عليكم أن تفكروا أيضا في كيفية استخدام المعلومات عندما تتحدثون مع الناس. فإذا ذهبتم وجمعتم المعلومات ولكنكم قلتم للناس أنكم لن تفعلوا بشيء سوى الاحتفاظ بها لأنفسكم، فأنتم تنتهكون الثقة عندما تتوجهون لاحقا وتشاركونها مع IIIM أو مع زملاء من أقسام حقوق الإنسان أو مجال حقوق الإنسان والترويج لها. إذن فكروا في كل الاحتمالات الممكنة عندما تكونوا بصدد جمع المعلومات، فيمكن أن تحدثوا ضررا لما هو يحتمل أيضا أن يكون فرصة مستقبلية جيدة جدا. أيا كان من تأخذ منه المعلومات، سواء وسيط رقمي أو هاتف أو صورة، أنتم لا تحصلوا فقط على قصة ولكنكم تحصلون أيضا على موافقتهم على استخدام هذه القصة وهذا الوسيط في المستقبل. يجب أن يكونوا على علم بالمخاطرة التي يقومون بها وأن يكونوا مستريحين لاستخدام هذه القصص لأغراض جيدة. وفي النهاية لكي أعرض أيضا إثباتات على ذلك، أعتقد أن أحد أنواع العمل الجيد هي ما قمنا به اليوم أحد المنظمات الجالسة هنا اليوم. نعلم أننا تسنت لنا الفرصة للتعاون مع الكثير من المنظمات الموجودة حول المنصة وفي القاعة اليوم، وهذا ممكن لأننا فكرنا في هذه الأمور بسبب الأخطاء التي اقترفناها في الماضي، وبسبب هذا النوع من التحذيرات وهذا النوع من التفكير التطلعي. أيا كان الغرض الأساسي أن نفكر أيضا أن الأدلة سيكون جزء من الأحداث المستقبلية. أعتقد أن الآن لدينا جسم جيد من الأدلة يمكن أن يصل بنا إلى العدالة على المدى المتوسط وإلى العدالة في سوريا على المدى البعيد. شكرا. Thank you so much, Chris. شكرا جزيلا بيل للتحدث عن هذا العدد الكبير من التفاصيل المختلفة والصعوبات أيضا تواجهونها في القيام بعملكم، وأيضا لمواجهة من أهم الثغرات. الآن نتحدث عن نوع آخر من الثغرات، يعني مغي تحدثنا عن صعوبة العمل بالنسبة للمنظمات اللي باقي على نفس مستوى المرتكب، العدد الكبير من الجرائم المرتكبة. يعني لديك أنت صحفية ولك خبرة واسعة في العمل في البلدان الإسلامية، ويعني كنت نشطا في كمراسلة في أفغانستان وسوريا، وأيضا غطيت يعني إيران والعراق بالتركيز على أيضا حقوق الإنسان. ونظرا إلى سوريا، سؤالي يتعلق بفرار آخر أو أحد الثغرات الأخرى. من ضمن أبحاثك كنت تبحثين خاصة وضع السيدات والنساء في هذا النزاع وفي داخل المعتقلات، وليس فقط من على صعيد العنف الجنسي أو الجرائم الجنسية. وكثيرا ما يتغاضى لأسباب مختلفة، وهذا ما يصدم لدينا الصدمة. ولذا نتشوق جميعا للاستماع إليك حول صعوبة توثيق هذه الجرائم. إذن يعمل الميكروفون؟ نعم يعمل بشكل جيد. أود أن أقول أن عملي في تحقيق وتوثيق الجرائم الجنسية وخاصة الاغتصابات صيغة من قبل صعوبة في القيام بذلك. وأول صعوبة كان التابو الثقافي المتعلق بالعنف الجنسي. ولما قيل أن وبالنسبة لكل الحضارات وكل الثقافات من دائما مصاب للتعامل مع هذا الموضوع، لكن عملت على الموضوع في بلدان أخرى. ولكن أستطيع أن أقول أنه في سوريا كان أصعب بكثير وكان صعب للغاية لمن لست من سوريا. هنا في سوريا في الثقافة السورية الشرف هو الشيء الأساسي والحاسم بالنسبة للسيدة، ومن السيدة تم اغتصابها أو سوء معاملتها جنسياً
أو ربما تشبه بخضوعها لهذا السوء المعاملة فقط، يعني يمكن أن تم طردها من قبل قصتها أو من قبل زوجها يواجهون الطلاق، حيث كانت هناك حالات سمعت عنها حيث تعرضت النساء لتهديد الطلاق من قبل زواجهم فقط بوجود شبهة بخضوعهم لسوء معاملة جنسية. مثال على ذلك في مرحلة لاحقة في أثناء التحقيق تحدثت إلى أحد الطبيبات النسائية من حمص، وهي قصت علي أنها شهدت الكثير من السيدات بعنت على أجسادهن عرض واضحة لاغتصاب حاصل، ولكن لا واحدة منهم أتت إليها بسبب معاناتها من آثار الاغتصاب ولا نطقت بأي كلمة عن الاغتصاب. وإذا لو لم يتحدثن هؤلاء النساء حتى لطبيبة بشكل فردي معزول، كيف يمكن أن نتحقق في هذا الصدد واستطاعت أن نتجاوز هذه الصعوبة وهذا العائق بفضل العمل الدؤوب والمشكور من قبل كثير من نشطة؟ ولكن كان من الحاسم أن يكون هناك الوسطاء المصريين للوصول إلى الناجين واللاجات، وكان هناك بعض العوامل الأخرى كما ذكر من قبل دوناتيلا، وإذا عدد كبير من الأشخاص ينزحون ويلجؤون إلى أماكن أخرى، ولكن يبدون في من بعض الوصول إلى هذا المكان مكان اللجوء بالبداية بحياة جديدة ولا يعودون النظر إلى الوراء. وإذا هناك دعم محدود جدا إلى الناجين، خاصة الدعم النفسي للسيدات، وهذا ما يجعل من العمل أصعب بكثير. ولكن أود أن أركز على الصعوبة الثانية، أكبر صعوبة ومن أهم الجمل التي سمعتها أثناء فترة التصديق، ما هي الفائدة من التحدث من تكلم؟ وكباحث كانت بالنسبة لي أصعب شيء أن أجيب له، إذ أنني أتت في وقت الإحباط وشعور بالمخاذلة وبعد صور الحجمات الكيميائية وصور قيسة. يعني قالوا لي الأشخاص ماذا أستطيع أن أفعل من خلال تحدث فقط، لن يكون له تأثير. فإذا من أهم العقوبات والصعوبات عندما تحدثت إلى الضحايا أو النجون، يعني شعرت أنهم لا يؤمنون بالعدالة، وهذا شيء مفهوم كون ليس هناك أي نظام ثابت للعدالة في سوريا، ولهم فكرة غامضة فقط عما هو معنى العدالة الدولية قد يمكن أن يكون. وأعتقد أنه يجب أن يبذل المزيد من الجهود من أجل نشر فكرة العدالة الدولية وأيضا نتائج. ومرة أخرى في التركيز على جرائم الجنسية، كان هناك بعض التقدم المحرص يعني من خلال اتفاقية بيمث، لربما يجب التركيز عليه من خلال النشر الإعلامي أكثر. شكرا. Thank you very much, Marie. شكرا جزيلا ماري. تحقيق العدالة قلتي، وإذا هذا هدفنا المشترك جميعا، وهذا سبب أيضا حضور الكثير منا إلينا إلى هنا. وماتيز أنت بصفتك المدير لشبكة الإبادة لمناهضة الإبادة الجمعية في الاتحاد الأوروبي، كنت سابقا أيضا ممثل لوزارة العدل في مونتينيغو وأيضا والجبل الأسود، فإذا الآن أصبحت جزءا من شبكة المكاتب العداء العام التي تختص في ملاحقة الجرائم الحرب والجرائم بحقوق الإنسان. وإذا جزء من هذه الشبكة لدعم تعزيز وتعاون وثيق ما بين المكاتب الوطنية ولملاحقة هذه القضايا، وتسهل تبادل المعلومات بين المدعي العام وتشجعهم على التعاون والتنسيق وتخلق منصة من أجل مشاركة المعلومات. ولغم هذا من جانب أو للوحدة الأولى يبدو وكأنه تقني جدا، ولكن هو سبب واضح وباين لأهمية هذا الجانب، إذ أننا كما ذكرنا نحن بحاجة لوجود منصة للتوجه إلى هذه القضية. وإذا
كل هذه المعلومات وهذه الأدلة يجب أن تمر في المضيق الضيق الذي ألا وهو المكتب الادعاء العام قبل أن نسمح له بالقبول في المحكمة. فإذا حتى الآن الوسيلة الوحيدة المتاحة لدينا حتى الآن القضاء الوطني. إذا كاثرين أيضا إذا صحمت ما قلتها بشكل صحيح يعني أنت لديك أمل كبير في العمل معهم، ولكن في بعض البلدان لديهم بعض الموارد ليست الكافية، ولكن في ألمانيا على الأقل لهم عدد أكبر من الضباط أو المعذفين المختصين، ولكن في بعض البلدان وليست لديهم هذه الموارد أو كل هذه البلدان لا تستطيع أن تفعل تقوم بها كل هذه الأعمال لوحدها، وإذا عليك عليهم التعاون. وإذا أنتم توفرون المنصة لديكم اجتماع سنوي حيث يجتمع الجميع، وفي هذا الصدد أود أن أذوق للتحدث بعد شيء عن كيفية عمل هذه الاجتماعات وكيف تعتقد أنها تستطيع أن تسهم في تمهيد الطريق لهذه المكاتب الوطنية للتشحيذ وإعداد القضايا للمحاكمة المدنية. وشكرا جزيلا على هذا التعريف اللطيف. وإذا قد تسطى بعض الوقت ووفرت عليه بعض الوفد والجهد، يعني أن قد تطرقت إلى بعض التفاصيل التي كنت ساتحدث عليه. وإذا شكرا جزيلا على هذا الاهتمام والمتابعة لغاية الساعة 9:30 مساء في قلب الأسبوع، أن هذا الموضوع ليس بالسهل بل صعب عن نتحدث عن الجرائم المرتكبة بسوريا. إذن شكرا جزيلا وأجمل التهاني للحضور معنا إلى هنا. بالنسبة للشبكة كما ذكر الآن جانبان آخران، هذا ما يجمع ما بين المحققين والمدعين العامين وهو الحامل للغاية عندما نناقش هذه القضايا، وهو يغطي أيضا القضاء الوطني أو الهيئات الوطنية في الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع هذا النوع من الجرائم، سواء أن تختص أو تكلفت بالتعامل مع هذا النوع من الجرائم. ولدينا إذن 28 هيئة وطنية إضافة إلى 3 مراقبين الولايات المتحدة كان وسويسرا. وإذا هذه الاجتماعات تخلق فرصة للالتقاء من بين كل هذه الممثلين للمدعين العام ولطرح المسائل ومناقشتها. وهذا الاجتماع يحدث في لاهي وفي يوروجست، وهي المنظمة الخاصة أو الوكالة الخاصة للاتحاد الأوروبي للتنسيق القضائي والقضائي في داخل الاتحاد الأوروبي. وحاولنا سابقا أيضا أن نركز ونتطرق إلى مواضيع ذات الشأن الحالي أو لها أثر منهجي. وأيضا منذ أسابيع عديدة جمعنا بين المنظمات غير الحكومية المحلية والهيئات الوطنية قبل أن ننشر أي معلومات في المصادر المفتوحة من أجل حماية الضحايا والشهود. فإذا كل هذه المواضيع التي على المدعين العامين أن يتعاملوا معها في شكل جومي، وإذا يجب أن يتعلموا من الممارسات المثلى من دول أخرى يعني التحديد للقضايا إلى آخرها. فيما يتعلق بسوريا قد واجهنا هذا الموضوع في عام 2012، إذ أن كان من الواضح أن نظرا إلى قرب هذا المكان أو هذه المنطقة من العرض الأوروبي، يعني نظرا إلى النزاعات الأخرى في التسعينات القرن الماضي في رواندا أو في يوغوسلافيا، فهمنا منذ البداية لو كان هناك تدفق للاجئين سيكون لديك أيضا ضحايا وشهود وأيضا مقترفين الذين يمكنهم الاختفاء والاختفاء في داخل هذه العادات الحائلة من اللاجئين. وإذا وضعنا هذا المواضيع على الطاولة من أجل مناقشتها، وإذا من خلال ذلك حولنا السياق والمنهجية والحياكل إلى آخره. نظرا لما يمكن أن نحققه على الجانب من جانب العدالة، هناك بعض الأشياء التي يجب أن نفهمها.
وعندما نناقش العدالة على الصعيد الوطني علينا أن نفهم أن حتى ولو لدى بعض البلدان الولاية العالمية المفتوحة ما زالت تفضل أن يكون المقترف موجود في داخل أراضيها، أو البعض الآخر يجب أن يكون لديها الربط بوجود الشخص المقترف في داخل أراضيها من أجل المباشرة في القضية. وشيء جانب في ذلك طبعا هو نقاب فعلية وكفوء ذلك. وإذا في 2000 كان هناك في الكثير من البلدان في البداية كانت لديهم ولاية عالمية، ولكن فرص النجاح في أي عملية قضائية ناجعة كانت محدودة جدا. وإذا هذا ما يجب أن نفهمه عندما نتحدث عن النظام السوري. من الجيد أن نفهم أن علينا أن نبني ونجمع معلومات ونبني قضايا، ولكن أن تكون لدينا الإمكانية في بعض المحاكم الوطنية لفتح القضايا يجب أن يكون هناك حضور جسدي حقيقي للمقترف. ولكن الشيء الإيجابي في ذلك أيضا أن هذه الجرائم غير محدودة زمنيا، لن تخلص صلاحيتها يعني صحة تعبية. فإذا طالما المقترف ما زال على قيد الحياة يمكن محاكمته، مما وهذا من المفيد للغاية، إذ أن عاد بشكل مغير للجرائم الأخرى، إذ أن مثلا الاغتصاب يعني عادة لها مدة صلاحية إذا صح التعبير. ولكن لو كانت اغتصاب جزء من جريمة أكبر أو جريمة حرب مثلا أو جريمة حق حقوق الإنسان، فإذا هذا لا تنفذ. فإذا الحضارة لن تأتي بسرعة ولن تأتي بمضخة كبدية ولا بسجاد أحمر، بل يأتي ببطء وبهدوء، ولكن في لحظة أخرى ستأتي وستكون لها النتيجة. وقد شحطنا بعض النتائج حتى الآن. علينا أن نركز ونشدد على أن المدعين العامين الأوروبيين مركزين كثيرا على هذه النقطة. قد شحطنا بعض الأحكام صدرت في هذا الصدد، وهذا خلاف عما كان عليه سابقا، إذ أننا معزلنا أمام نزاع جار حتى الآن في سوريا. وعلينا أصبحت أمامنا حتى الآن أحكام صدرت، يعني هناك يعني المحاكم تعمقت في جوانب عدة في هذا النزاع، النزاع غير دولي. وإذا نتحدث عن جمع الأدلة نتحدث هنا عن الحقائق، ولكن علينا أن نترجم هذه الحقائق إلى مصطلحات قضائية وقانونية كي تجد مكانها في داخل العملية القضائية. وفي نهاية المطاف تحكي الحقيقة والتعقص الحقيقة، وهذا أهم شيء لدور الضحايا ومن عانوا. وفي نهاية المطاف هناك قصة الحقيقة لما حدث، وفقط قصة الحقيقة يمكن أن يفعل فقط من خلال العملية القضائية، أنه بعيد عن أي شك. وإذا جانب آخر للاحتفاظ بالأدلة وجمع الأدلة إن المدعين العامين والمحققين على الصعيد الوطني يلعبون بفسائفسة نوعا ما. ولو كان هناك مثلا شاهد على جريمة ما في بلد ما وشاهد آخر في بلد آخر، ولو لم يتحدث العباد عن البعض، ولم لو لم يعرف أحد ما أن هم هناك موجودين في أماكن مختلفة، لا يمكن أن ننجح في بناء قضية ناجعة. فإذا من المهم أن نربط بين كل هذه العناصر، إذ نظرا أيضا إلى تناثر الجالية السورية في الخارج، إذ كي نشجعهم على قصصهم. ولغم ما يكون مهما ليس لأحد القضايا هنا في ألمانيا، ولكن قد يكون مهما لأحد المحاكم الوطنية الأخرى. فلذا ما زلنا في ضمن عملية لملمة أجزاء الفصيفساء. وإذا لربما أهم دور لدينا هو أن نشكل مظلة عامة من أجل أن نجمع وأن نصد هذه الفراغات وهذه الأجزاء من الفصيفة في هذه الفراغات. فإذا أختتم بذلك وأختم كلامي بذلك. شكرا لك ماتيش على هذه الحقائق العملية جدا حول مجريات الأمور. قلت بنفسك أنا الساعة 9:30
أنا يمكنني أن أجلس وأنصت إليك لساعات، ولكن لا تقلقوا لكل الآخرين. أود أن أشكركم شكرا جزيلا كاترين، مازن، دوناتيلا، كريس، ماري وماتيوش، وأريد أن أشكر بشكل خاص النجاة الذين الشركاء الذين حضروا اليوم ويتعاونون معها ولكونهم شركائنا، وأرجو أن تكونوا جميعا كجمهور صبور بعد يوم كامل وأمسية كاملة. قد استفدتم قليلا من الطريق نحو العدالة في سوريا، أنا استفدت بكل تأكيد، وأعتقد أننا جميعا فهمنا أن الأمر يحتاج إلى كثير من الصبر والمثابرة إذا أردنا مواصلة هذا الطريق، والطريق الذي بكل تأكيد سنواصل احتياجنا لدعمكم فيه، ونرجو أن تبقوا معنا على هذا الطريق. شكرا. And a very special thanks to the وشكر خاص للمترجمات أيضا في الخلف. شكرا.